عمر بن الفارض سلطان العاشقين. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة، فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. ولد عمر بن مرشد الحموي عام 567 للهجرة بمصر لأب عالم زاهد، وكان منذ صغره محبا للعزلة، فكان يعتزل بجبل المقطم، ولكن برا بأبيه كان يعود ويجالسه، ثم يشتاق للعزلة ومناجاة ربه، فيستأذن أباه للعودة لعزلته فيأذن له. ظل ابن الفارض يتوق لتلك المعرفة التي تتنزل على قلوب العابدين، فترفع غشاوة الحس وتكبح جماح النفس. وها هو يتعبد ويذكر ويعتزل ويتعلم عند سفح جبل المقطم بالقاهرة، حتى رأى ذات يوم شيخا كبيرا يتوضأ للصلاة، وظن ابن الفارض أن الرجل لم يحسن وضوءه، فذهب إليه قائلا: أنت في هذا السن في دار إسلام وتتوضأ وضوءا باطلا؟ فنظر إليه الشيخ وقال: ما توضأت إلا مرتبا، لكنك لا تبصر، ولو أبصرت هكذا. وأخذ بيده فأراه الكعبة، وقال: يا عمر، يفتح عليك بالحجاز لا بمصر. كان هذا اللقاء الأول الذي جمع بين عمر الشاب المتطلع للمعرفة بالله وبين شيخه أبي الحسن علي البقال صاحب العلم اللدني، الذي تخفى من الناس كي لا ينكشف حاله، وسافر إلى الحجاز وجاور الكعبة 15 عاما، وهناك تلقى مثل الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي فتوحاته المكية. ففي مكة فضل ابن الفارض العزلة واختار واديا قريبا يبث فيه وجده وعشقه لله تعالى، حتى ظهر له طيف شيخه يأمر بالعودة لمصر لتجهيزه وتكفينه، فقد اقترب موعد لقاء أبي الحسن بربه. روحي للقاك يا مناها اشتاقت، والأرض علي كاختيالي ضاقت، والنفس لقد ذابت غراما وجوى، في جنب رضاك في الهوى ما لاقت. اعتزل ابن الفارض الخلق واكتفى بحب الخالق، فأجرى الله على لسانه كلمات ذكره وشكره، وأفاض عليه من أنوار حبه ليعبر عن أشواقه في نظم بديع استأثر له بلقب سلطان العاشقين على مر العصور. أقام ابن الفارض الباقي من حياته في مصر، وكما كانت مصر هي منبت حبه وعشقه الإلهي، فقد شرفت باحتضان جثمانه بعدما لحقت روحه ببارئها سنة 632 للهجرة، تاركا أشعاره التي تغنى بها وأنشدها أغلب المنشدين المصريين الهائمون في حب الله.